كما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب في عدوانها المستمر على قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة 21 من منتدى الدوحة، حيث دعا الصفدي الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل. لم نرى حتى اللحظة أن العالم قد وصل إلى المرحلة التي يجب أن يصل إليها، وأعني بذلك المطالبة بما لا يقبل الشك أو المطالبة الجماعية بوضع حد لهذه الحرب التي يمكن أن نصفها بالإبادة الجماعية بحسب القوانين الدولية. بالإضافة إلى ذلك، كما ذكرت، فإن الولايات المتحدة عارضت قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقفة إنسانية، ونتيجة لذلك دار حوار صريح جدا بيننا أعضاء الوفد العربي والإسلامي وبين الوزير بلينكن، وطبعا كانت وجهة نظرنا واضحة: وقف الاعتداء، السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء القطاع، والحرص على حماية المدنيين. وبعد ذلك طبعا يتعين علينا أن نتذكر أن هذا النزاع لم يبدأ في 7 من أكتوبر، بل هناك سياق تاريخي لابد لنا من التطرق إليه إذا ما كان لشعوب المنطقة لا سيما الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا بسلام. وطبعا نحن عبرنا عن معارضتنا لتهجير الفلسطينيين من القطاع ومعارضتنا لسيطرة إسرائيل على أجزاء معينة من قطاع غزة، وطالبنا طبعا بإدخال المساعدات. ولكن كان هناك نقطة اختلاف جوهرية تتعلق بالحاجة لوضع حد فوري لهذه الفظائع، وأعتقد أن المفاوضات ستتقدم في الأيام المقبلة، ولكن لا بد من التشديد على النقطة التالية. في الواقع الجميع يطالب إسرائيل بالتصرف وفق القوانين الدولية، حتى الولايات المتحدة نفسها طلبت من إسرائيل أن تتصرف وفقا للقوانين الدولية، لكن إسرائيل بكل بساطة تضرب بعرض الحائط جميع المناشدات وتتجاهل قوانينها، تتجاهل القانون الدولي، تتجاهل منظمة الأمم المتحدة، وتشن هذه الحرب بدرجة غير مسبوقة من العنف ومن الوحشية، كما ذكر عدد من المسؤولين المتواجدين معنا في الماضي. وطبعا يشعر الإسرائيليون أنهم غير قابلين للمحاسبة وأنه يمكنهم الإفلات من العقاب مهما فعلوا، ولكن يتعين علينا جميعا أن ندرك أن لدينا اليوم في العام 2023 دولة واحدة تتحدى العالم أجمع، تتحدى القانون الدولي، تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب، بينما يقف العالم عاجزا أمام كل هذه الجرائم. وضحية هذه الممارسات لا تنحصر فقط بالفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل، بل الضحايا يشملون أيضا القانون الدولي، بالإضافة إلى الجهود الجماعية متعددة الأطراف والقيم الإنسانية وإيماننا بالسلام. بكي إذا جلت في دول المنطقة وتحدثت مع أفراد الجيل الجديد الذين يشهدون هذه الفظائع يوما بعد يوم، تستنتجين أن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى خلق نوع من الكراهية سيبقى موجودا لأجيال، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تؤذي شعبها بقدر ما تؤذي الفلسطينيين. هذه حرب لا يمكن الانتصار فيها، لقد تعرضت إسرائيل لهزيمة استراتيجية، ويتعين علينا جميعا أن نتذكر ذلك. وهذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي، كيف يسمح العالم لإسرائيل بمواصلة قتل المدنيين.